عايزه اساله حضرتك، شايفه الوضع دلوقتي لو اليوم عدى على خير هل لسه هيبقى في استمرار للوقفات والاعتصام عند ربع العدويه وفي ميدان النهضه؟ احنا على علم بالكلام ده لان احنا من التحرير وان احنا من مع عزل مرسي، فاحنا كلنا بنأيد دلوقتي المحكمه الدستوريه، اسم المحكمه الدستوريه كما هو متولي رئيس الشرعي عدلي منصور لمصر. فاحنا مش عارفين هل هم المفروض بقى النهارده يبقى بالنسبه لهم اخر يوم وينتهوا الاعتصامات في النهضه ورابعه، بس ده شيء مش مؤكد بالنسبه لنا لغايه دلوقتي، احنا ما عندناش اخبار من عندهم. تعليقه او اي تهديدات او هجوم او اي شيء؟ يعني في تهديدات علينا من الاخوان طبعا على كل الصفحات، وخاصه من منظمي الحركات والناس الاساسيه، على عدم التواجد في الشوارع وعدم حث الناس على ان هم موجودين، نظرا ان هم النهارده هينزلوا كل اسلحتهم وان هم هيتم الهجوم على التحرير والاتحاديه. بس الحقيقه اللي انا شايفاه النهارده هو دعوه موجوده النهارده من اول الفطار لغايه صلاه التراويح لغايه السحور في الميدان. احنا هو لسه المغرب لسه مدة من دقائق معدوده ومن ساعه تقريبا، العادات كلها بتزيد دلوقتي وعارفين الناس كلها نازله دلوقتي على الميدان والاتحاديه، ما فيش اي خوف، وخاصه ان في تامين كويس جدا على الاتحاديه وعلى التحرير، المدرعات محاوطه الميدان كله. بس يا رب ان شاء الله الناس ما تخافش تنزل يعني. لا ان شاء الله ربنا هيحميكوا، هم بيكلموا اكتر ما بيفعلوا، هم على ارض الواقع مش هتلاقيهم ان شاء الله. يا اخت مروه، هل في لجان شعبيه حوالين ميدان التحرير ولا الداخليه والجيش هم اللي عاملين الامن؟ لا في لجان شعبيه. برافو. ايوه، وعشان كده احب لو ممكن نشغلوها كاميرا في الاخر ووريكم ان احنا عندنا في لجان شعبيه الدخول بصعوبه طبعا الميدان، في اكتر من 10 صفوف موجودة للتفتيش لدخول الميدان، كل الشرط بتتفتش تماما، كل الناس اللي تبع الصحافة بتشاف كارناتهم، البطايق كلها بتتشاف. الحقيقة شيء مفرح جدا، والمفرح أكتر إحنا من القوى الشعبية اللي موجودة في الميدان من أول 25 يناير، المفرح أكتر كمان الناس اللي واقفين على التأمين، مش مننا بس كثوار، من ناس عادية جدا من كل الاطياف، كل الناس مشاركه في عمليه التامين، وكل الناس واقفه كلها كانهم اسره واحده. الحقيقه كمان كان منظر الفطار كان حلو جدا، لان كلنا كالمسلمين والمسيحيين كلهم كانوا يعتبروا الشعب المصري بحلاوته زي ما بيجيبوا بالظبط في الاعلانات كده، كلنا بنفطر مع بعض على الميدان وفي الاتحاديه، كان منظر رائع جدا. الله عليكم. ودلوقتي كمان الطيارات بتاعه الجيش محاوطه الميدان وقاعده بتلف حواليه، ومنظر احتفاليه مبهجه جدا. الله عليكم. جميل جميل، ربنا يبارككم ويحافظ عليكم يا رب. ونشكر الاخوان المتسلمين والرئيس معزول مرسي علشان لم الشمل الجيش والشرطه والشعب مسيحي ومسلم مع بعض. الله. لحب الوطن ولحب مصر. امين. ربنا يخليك يا اخت مروه، وان شاء الله الثوره مستمره والامن هيجي والاستقرار هيجي باذن الله. ربنا معاكم ويخلي بالكم من بعض. تبقى احسن بلد في العالم ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله، كل ما فيها ناس زيكم. ربنا يحافظ عليكم يا رب. شكرا يا اخت مروه. شكرا استاذ بشوي.